وعن الشائعات نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي المقبل 23-24. وأشار المركز إلى أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتي أكدت أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. كما شددت الوزارة في ردها على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، وناشدت الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة واستيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. ومعنا على الهاتف الأستاذ محمود طه الصحفي المتخصص في شؤون التعليم. بنرحب بحضرتك يا أستاذ محمود على شاشة قناة مدرستنا 3. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا أستاذ محمود، ولو تكلمنا على شائعة إلغاء الصف السادس الابتدائي، غالبا اللي بتتكرر الشائعة كل فترة رغم نفي الوزارة لهذا الأمر أكتر من مرة، لو تقول لنا إيه الهدف من وراء هذه الشائعات وطبعا ما مدى يعني ليه بتطلع في هذا التوقيت تحديدا يعني؟ والله طبعا احنا عارفين إن الصف السادس الابتدائي كان فيه سابقة من منذ سنوات لما قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء الصف السادس الابتدائي وقصر سنوات الدراسة في التعليم الابتدائي حتى الصف الخامس الابتدائي، ومن ثم بدأت هذه الشائعة تتداول كل فترة لإلغاء الصف السادس الابتدائي، ومرة كمان يعني يقول لك إنه ما فيش هيرجعوا أو هيبقى فيه سنة دراسية زيادة أو هيبقى يقتصر النظام الدراسة على يعني 6 سنوات فقط في المرحلة التعليم الأساسي. كل هذه الأمور يتم تداولها من وقت آخر، ولكن طبعا الصف السادس الابتدائي مناهج الصف السادس الابتدائي دخلت التطوير وتم الانتهاء منها للعام الدراسي المقبل، وطبعا الصف السادس الابتدائي العام الدراسي هيكون لدى الطلاب مناهج جديدة وهيدخلوا ضمن نظام التعليم الجديد اللي هو اللي أقرته وزارة التربية والتعليم منذ العام الدراسي 2018، ووصل هذا العام حتى الصف الخامس الابتدائي، والسنة الجاية هيبقى صف السادس الابتدائي ضمن الصفوف التي تستفيد من نظام التعليم الجديد. أستاذ محمود، إيه هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة حتى تمنع مثل هذه الشائعات من الظهور في هذا الوقت؟ الإجراء اللي بتاخذه وزارة هو يعني الإعلان على صفحتها وعلى في المدارس أنه لا يوجد لإلغاء هذه السنة، هي سنة مهمة طبعا. هو طبعا الصف السادس الابتدائي اتحول من سنة شهادة لسنة نقل عادية، وكمان يعني لا يوجد حتى في قانون التعليم الجديد اللي بتعدله وزارة التربية والتعليم حاليا اي نيه حتى الان لالغاء الصف السادس الابتدائي، ومن ثم يجب على الوزاره توعيه الطلاب واولياء امورهم بال يعني ال يعني الحصول على المعلومات من مصادرها الرسميه اللي هو موقع وزاره التربيه والتعليم او صفحه الوزاره على الفيسبوك او قنوات مدرستنا. استاذ محمود بشكرك. أو قنوات مدرستنا. صحيح. شكرا لحضرتك الأستاذ محمود طه الصحفي المتخصص في شؤون التعليم حول نفي هذه الشائعة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.